ما هي الوسيلة لتدبر القرآن الكريم وفهمه؟ مطلب عظيم، لكنني أنصح أولا بقراءته، كثرة قراءته، ثم يتوخى الإنسان كتب تفسير. يرى الإنسان شخصيته، هل أنت تريد أن تكون عالما يرجع الناس إليك، أم تريد أن تكفي نفسك مؤونة ما تراه من كتاب الله أن تفهمه؟ شتان بين هذا وهذا. فالأول يطالب بالأمهات، ويطالب بالكثير من الكتب، ويطالب بالإكثار من القراءة. أما الآخر فيطالب بأن يكون في بيته، مكتبته، عند رأسه حال نومه، كتب في التفسير تعنى بما يقذف الإيمان في القلوب. تفسير بن سعدي رحمة الله تعالى عليه تفسير مبارك، الألفاظ فيه موجزة لكن الأثر فيه كبير، وأحسبه العلم عند الله، لي أن صاحبه يعني مؤلفه كان على تقوى عظيمة. وقد نقل هذا عن الشيخ بن سعد رحمة الله تعالى عليه. المراد يعني الإنسان وحاله، ولو كان بجواره كتاب القرطبي، صحيح أن فيه كثير من التفصيل، لكن يعني يقرأ فيما يعنيه منه، لعل الله عز وجل يوفقه أن يتدبر القرآن.